بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم في حلقة أخرى جديدة مع حلقات رمضان. واليوم غادي نتكلموا على هشاشة العظام. هشاشة العظام غالبا ما كيجي واحد المجموعة ديال الناس وكيتسائلوا واش يمكن لي نصوم وانا عندي هشاشة العظام. يا اخي ولا يا اختي، ما كاين حتى شي مانع انك تصومي وانت عندك هشاشة العظام. يعني هشاشة العظام لا علاقة لها بالصيام، ولا علاقة لها بانك لا صمتي غادي تفاقم عليك الالم وغتفاقم عليك المشكل ديال هشاشة العظام. هشاشة العظام كل ما فيها وهو انه الانسان اللي كيكون عايش حياته كامله وهو كياكل الماكله، يعني كما كيقولوا ماكله عشوائيه، كياكل في 8 وياكل في 10 وياكل في 12 وياكل في 4 العشيه وياكل في 6 العشيه وياكل في 8، يعني ما كيعطيش راحه للذات ديالو. وبالتالي لما كيكون هناك الاكل المتواصل كيكون هناك نفايات كثيره، وهذه النفايات كتكون على شكل كتحول وكتولي سموم، وكتولي كذلك على شكل احماض عضويه. هاد السموم وهاد الاحماض العضويه غالبا ما الجسم ديالنا مسكين كيحاول انه يقاومها باش بانه كياخذ الاملاح المعدنيه ويدير ما يسمى بنوتراليزاسيون، يعني كيردها ديك الاملاح ديك الاحماض العضويه الى بقات يعني في تواصل يعني واحد بقات لها علاقة مباشرة مع المكونات ديال الجسم ديالنا غتدمر الجسم ديالنا. لكن بطريقة يعني ذكية الجسم ديالنا كيحاول ياخذ الأملاح المعدنية من العظم ديالنا ويحاول يرد داك المادة ديال الحامض العضوي، كيردها مادة سالبة، مادة لا مفعولة لها، وبالتالي كيحاول يخرجها ويتخلص منها عبر المخارج المعروفة اللي كاينين عندنا. هاد الكم اليوم عندي كمية كبيرة ديال الأحماض العضوية، بغدا كمية كبيرة ديال الأحماض العضوية، وليس فقط هاد الأحماض العضوية كتجيني غير من سميتو كتجيني غير من الماكلة، الأحماض العضوية تقدر تجيني من قلة النعاس، الأحماض العضوية تقدر تجيني من التعرض المتواصل ديال الضوء، الأحماض العضوية تجيني من الفقصة، الأحماض العضوية تجيني من يعني من المشاكل اللي عندي مع المدير، الأحماض العضوية تقدر من المشاكل اللي عندي مع المرأة، اللي عندي مع الوليدات، اللي عندي مع سميتو مع الموظفين اللي كاين معايا في العمل ديالي. كل ما كان الانسان دخل في واحد الدوامه ديال لو ستريس، كل ما كينتج واحد الكم عالي وعالي جدا ديال هاد الاحماض العضويه. وبالتالي باش ما يكونش لهم تاثير على الجسم ديال الانسان، كي الجسم ديالنا مسكين كياخذ من الاملاح المعدنيه اللي كاينه في يعني في العظام ديالنا، وكيبقى يكون هناك ثقب اليوم على غدا اليوم على غدا، حتى كيتصاب الانسان بما يسمى بهشاشه العظام. اذا قال لك اذا عرف السبب بطل العجب. لما عرفنا بان الهشاشه العظام الاصل ديالها هو السموم اللي عندي في الذات ديالي، الاصل ديالها هو الاحماض العضويه اللي كاينه في الذات ديالي، اشنو هو الحل؟ الحل هو ان ما نخليش الجسم ياخذ الاملاح المعدنيه من العظام ديالي، ونقوم باشياء اللي من خلالها يتم يعني دحر او لا يعني لا نوتراليزاسيون ديال دوك الاحماض العضويه باملاح معدنيه تكون خارجيه. فالوجبات الغذائيه تكون على شكل عصير ديال الخضروات، وحنا كنعرفوا بان العصير الخضروات غنيه بالاملاح المعدنيه. فاذا خديتي مثلا الحريقه غنيه بالاملاح المعدنيه، اذا خديتي لابخيل غنيه بالاملاح المعدنيه، اذا خديتي مثلا لي زيبينار غنيه بالاملاح المعدنيه، الا خديتي واحد يعني الخضروات كلها الخيار غنيه بالاملاح المعدنيه. هادو بامكانهم هما اللي يقوموا بالعمليه ديال لا نوتراليزاسيون ديال الاحماض العضويه اللي كاينه عندي في الذات ديالي، وعوض ما الجسم ياخذ منها غادي ياخذ من العظم غيولي ياخذ غير من ديك الماكله اللي كنعطيه خارجيا. اضافه الى ذلك، فالكم ديال النفايات اللي كاينه عندي في الذات ديالي باش غادي نخرجوا غادي نخرجوا بالصيام. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اذا الموالين هشاشه العظام افضل هديه غادي يقدموها للذات ديالهم وهو انه يصوموا. علاش غادي يصوم؟ باش يرمي دوك النفايات. علاش غادي يصوم؟ باش يرمي هذوك السموم اللي كاين عنده في الذات ديالو. ولما تخوى الذات كتولي اي حاجه عطيتيها للجسم ديالك ممكن انها تنوتراليزي هذاك البقايا ديال الاحماض العضويه اللي كاينه في الذات عندي. ثم كندير واحد البرنامج غذائي اللي يكون غني
بالكالسيوم، والبرنامج الغذائي اللي كيكون غني بالكالسيوم، الكالسيوم عندنا غير في المعدنوس، الكالسيوم عندي غير في الكرافس، فالمعدنوس والكرافس الماء كديرهم على شكل عصير وكنشربهم. الكالسيوم اللي كاين في هذاك المعدنوس كله كيتخاد 100% بالجسم ديالي. ثم عندي كل نهار نتعرض للمشي ديال تحت الشمس، كل ما تمشي تحت الشمس كل ما داك الكوليسترول اللي عندي في الذات ديالي كيتحول الى فيتامين دي، وحنا كنعرفوا بان الفيتامين دي والكالسيوم والمغنيسيوم هما مواد جد مهمه ومواد جد مفيده لجسم الانسان، ولهذا الكالسيوم والمغنيسيوم موجودين غير في الفواكه الجافه، كذلك في البرامج الغذائيه ديالي تكون عندي فواكه جافه. فإلا درنا قراءه الكلام ديالي، عندي المشي تحت الشمس، وعندي الرياضه، وعندي كذلك الاكل ديال اشياء مفيده، وهذا الاكل ديال اشياء مفيده نفرقها على جوج الوجبات، الوجبه ديال الافطار والوجبه ديال السحور. اشنو غناكل في الافطار؟ غناكل يعني الفواكه، ثم غادي نشرب العصير ديال الخضروات، الفواكه ثم العصير ديال الخضروات. والناس اللي عندهم الهشاشه العظام يزيدوا معاهم واحد الكاس ديال العصير ديال المعدنوس، فباش يقوي هذاك الكالسيوم في الذات ديالو. وكذلك ياخذوا يا اما السرديل اللي غني بالاوميغا 3، او لا ياخذوا الزيت البلديه اللي غنيه كذلك بالكوليسترول اللي غادي يساهم في البناء ديال لا فيتامين دي، ولا ياخذوا كذلك الاوميغا 3. علاش لا ناخذ الاوميغا 3؟ كتساعد في انتاج الفيتامين دي، وهي اصلا فيها لا فيتامين دي. وهذه الامور كلها لما غتدخل ليا للذات ديالي غادي نشوف هذاك الثقوب اللي كاين عندي في العظام غتبقى ترمم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، حتى كيرجع الانسان هذاك كما كيقولوا لا تخام ديالو ديال العظم، وكترجع الكتله العظميه كلها، وكتولي ديك المراه اللي مسكينه كتخاف تزلق وتهرس، كتولي عندها العظم قوي واخا تزلق ما تهرش، او لا الرجل الكبير اللي كيخاف انه يتهرس من الورك ديالو الى رجع هذه الامور واخا يزلق ما يخافش ما يتهرش. وبالتالي هذه وسيله من الوسائل ديال الخروج من وعكه الهشاشه العظام اللي كان كيظن الجميع بانه مرض لا حل له ومرض لا علاج له. الان كيتبين بان هشاشه العظام ممكن يكون لها يعني العلاج، وممكن ان الانسان يخرج من الوعكه اللي كان كيعاني منها خلال سنوات. لكم مني أفضل تحيات، الدكتور محمد أحسين.